معكم عبد الحكيم استاذ اللغه الانجليزيه جميع المستويات مدينه البيضاء. هو مرض عضلي كان شخص منذ الطفوله من كان عندي 12 سنه سميتو لاميوباتي. السبب ديالو هو نقص واحد البروتين سميتو ديستروفين. بعد ما تشخص المرض الحمد لله حاولت نعيش طفولتي كجميع الاطفال رغم كانت بعض الصعوبات بسبب المرض، لكن تعايشت معاه الحمد لله. والحمد لله فكره دروس في اللغه الانجليزيه بعد ما كنت متفوق في هذه اللغه الحمد لله وكانت عندي نقاط عاليه، جاء وقت السوشيال ميديا لقيت فكره ان نعطي دروس عبر هذه الوسيله. تعرفوا علي الناس، كان طلبات انني نعطي دروس في المقاهي وفي المنازل. بديت الحمد لله كنعطي دروس ويوم عن يوم وانا كنتفوق حتى المهم كان اشعاع والطريقه اللي كنعطي بها الدروس كانت فريده من نوعها لان مبسطه والناس كتوصلها الفكره. رسالتي للناس الناس رسالتي هو انهم يامنوا بالقدرات ديالهم ويبارطاجيو داكشي الزوين و يامنوا بقدراتهم ويبارطاجيو داكشي الزوين وما يبخلوش على الناس. اللغة الإنجليزية غنية عن التعريف، الأهمية ديالها من سنوات هذه وبحكم أنها عالمية وأن الدول العظمى كتتكلم بها وسوق الشغل وسوق يعني جميع الميادين، يعني لا الرياضية لا الفنية لا الثقافية، يعني ضروري التواصل مع الغرب ومع بهذه اللغة. وفي الأول كانت يعني ما كيعطيكش الإنسان قيمة في الأول بعد ما كيبرك، لكن بعد ما كيبرك معاك وكيشوف المؤهلات ديالك والقدرات ديالك كيزيد يحترمك كيزيد يقدرك وكيزيد تكبر في عينيه وكيثق في أن راه الإنسان واخا يكون ذوي احتياجات خاصة لكن بالذهن ديالو راه يقدر يفوت إنسان سوي. ما كنظنش لأن ما الحمد لله ما عمر يعني شي إنسان حاول أنه يتنقص مني، وحتى لو حاول يتنمر عليه شي حاجه يقدر يكون هو عنده نقص وكيحاول يغطي بالتنمر على ناس اخرين. I always say never stop learning because life never stops teaching and learning English is like becoming another person. طموحي ان شاء الله يكون عندي مركز لغات بالاسم ديالي ان شاء الله. الانسان اللي تعلم لغه انجليزيه راه كيسهل عليه امور كثيره لان هي راه وسيله تواصل اللي كتسهل عليه يعني انسجام مع ناس يعني في الحياه في السفر في العمل يعني كتسهل بزاف.